في خطوة طال انتظارها، انطلقت عمليات هدم وإفراغ البنايات على مستوى موقع مشروع المحج الملكي في مدينة الدار البيضاء، الذي أكمل 30 سنة على انطلاقته منذ 1989. تم إعادة إسكان وتعويض زيد من 3380 أسرة، من بين يعني 5900 المحصية. هذا العدد هذا راه كيشكل واحد النسبة جد مهمة اللي كانت كتقطن في واحد 1386 بناية اللي كانت مهددة بالسقوط، واللي الآن تم الهدم ديال زيد من 310 ديال البنايات، واللي وفرت واحد المساحة يعني اللي كانوا كيقطنوا بها زيد من 14300 متر مربع. الاستراتيجية الجديدة استهدفت الدور التي تدخل في إطار المشروع بالمدينة القديمة، وذلك وفق مقاربة همت ترحيل الساكنة وإعادة إسكانهم في شقق سكنية أو تعويضهم بمبالغ مالية. زهرة هي اليوم في زيارة لجارتها في المدينة القديمة لتجديد الصلة بعد أن رحلت إلى شقتها الجديدة. فتحت لنا الدار وجا القايد والباشا وقفوا معانا، عطونا فلوس باش كرينا، خرجنا كرينا وصبنا وريقاتنا ودابا مشينا لمحالنا. الجديد في هذه العملية هو انطلاق عملية الهدم لكل منزل استفاد سكانه من التعويض. كنت كاربيت مع الجيران، كان الدار مشقة، دفعت واحد الطلب ديالي باش ناخذ الفلوس ديال الكرا، خديت 9000 درهم، ودابا راه كنصوب الاجراءات ديالي ديال الدار. الاستفاده ديالي غادي ناخذ شقه ب 10 الملايين. جاتنا الاستفاده ديالنا ب 10، خديت 180، خرجت كريت، دابا كنكمل الاجراءات ديالي، نتنا نوطير عيط عليا يعطيني السوارد ديالي. هذا الورش الذي انتظره الكثيرون منذ سنوات ما زالت للبعض تحفظات عليه. مالي الملك كنطلبوا بالسكينه تكون زوينه، حي يكون مزيان، ما نتبعدوش على المعلامه، ويعوضوا لنا المحلات ديالنا. وكيف ما مالك مال الملك يعود يمشي يخلص هو دارو باش يمشي، هذا مول الملك هو عساكن ما عندوش باش يخلص. تحفظات نقلناها الى المسؤول بعماله مقاطعات الدار البيضاء انفا، فكان الجواب: اما بالنسبه لعند الملاكين، لا بالنسبه للزينه، ولا بالنسبه لعند الاراضي الموقع الارضيه، فهذه راه غادي تكون مسطره اخرى اللي كتمشي كتدخل في واحد السياق اللي عندها نظام ديالها وعندها قانون ديالها كيأطرها وكينظمها، وبالفعل غادي يتم التطبيق ديال هذا القانون هذا. وكان للقرار بتعويض الساكنه بمبلغ 9000 درهم يوازي كراء 6 أشهر لفائدة جميع الأسر المعنية في انتظار استكمال إجراءات الاستفادة. الأثر الكبير لتجاوب الساكنة مع هذه العملية التي سيتغير باستكمالها وجه مدينة الدار البيضاء.